جاء ذاك اليوم الشيبي يقول هذا اخوك حتى سالت من يقصد ما عجبته يا ساتر ولد سالت الحلبة فلاح مدير القناة الاول فلاح المحترف عاي يقول اخوك جاء اخوك جاء انصدم قلت وينه قال شوف شوف واروح والعداد يشير علي قال هذا هو ويلتفت قلت هذا اخوي قال لي قلت الله يجزاك خير السالفة تصلح بعد تحت ال نفسي شو اسمه الا كذا هذا جسم محمد منصور ترى صار محلل القصايد يا منصور يا ويلك بكره اسقاط جوي اسقاطات سبحان اللي خلق بدون رقبة انا بعلمكم هاي فقرة النقد الليلة شو مالها داعي نتفاني انا ما شفتها ليش لا ما هو بعنت انت ما سببت انت متسابق تجيبها ليه؟ تجي تسولف ذبحتنا بالنوم يوم انت فقرة النقد العالم كله رقود ما ندري وش قال انا دايما بدون تحيز جيب النوم انا شايل اهم حاجه الحين محمد منصور الله يقوله يعني ما تفاول عليه اذا سوى جريمه ولا شيء وجوا ايش يقولون ما يقدرون ليش نقولها من بطنه ما يقدرون حلوه ذي يا والله حلوه يا والله هذا قصاص من النص كذا تخيل شقة مسموح تخيل رابطين الناس عندهم حصان ذبات يا عيال الدنيا يدري انه يذب فعليك هذه لي تقريبا ساعتين افكر فيها ذبات ناس عندهم حصان اجباري تضحك لهم عرفت؟ لا في احداث اي ما ماشيين الصبر تخمونه كرتونه صبر لابسين نظارات ماسك المقدمين عرفت هذاك اللي يدور اللي بالكراتين اللي يدور تاز المشاكس نفسه تاز المشاكس هذاك ظهرته اي تاز المشاكس من اول يوم تفخر قفتك والعادات ما ضاعت اليوم هيا وتلي نغنى ليت جرى القصيد حلحوم اتهيا مشحون وهيهات